تواصل السلطات الأرجنتينية تحقيقاتها للتعرف على أسباب اصطدام مروحيتين أثناء تصوير حلقة من برنامج فرنسي للتلفزيون الواقع بمنطقة نائية في حادث أودى بحياة 10 أشخاص بينهم 8 فرنسيين. السلطات الفرنسية التي فتحت تحقيقا قضائيا في قضية قتل غير عمد أعلنت إرسال فريق إلى الأرجنتين للمشاركة في التحقيقات، وتسبب الحادث في مقتل 8 فرنسيين بينهم 3 من الأبطال الرياضيين، هم البحارة المعروفة فلورنس أختو الفائزة في سباق طريق الرمى عام 1990، والسباحة الأولمبية كامي موفا الفائزة ب3 ميداليات في أولمبياد لندن عام 2012، والملاكم أليكسي فاستين البطل الأولمبي السابق. وتعيش فرنسا حالة من الحداد على أرواح ضحايا، حيث عبر الرئيس فرانسوا أولاند ومسؤولون في الحكومة عن صدمتهم جراء الحادث.